السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في قناة رندا أم إسلام. اللي بقى ما اشتركتش معايا في القناة تشترك، واللي مشتركة ما تنساش تفعل الجرس باش توصل بكل ما هو جديد. اليوم اخترت معكم هذا الموديل باش نتحدث عليه مع ذكر الثمن. هذا الموديل هو سليتر رندا كتهود حتى للقاع بأربعة دقات بالجوهر الزمرد، مخدوم بجوج جوج ألوان والكحال. ثم كتشوفوا معايا الملاقيات هي مدخلة للكرونة على حسب اللون ديال الجوهر، والدرس في الكمام وفي القب، الدرس ديال الهرم، درس الرندة ديال الهرم ديال أربعة دقات في الكمام وفي القب، وملاقية وسليت. أنا قلت لكم هو تحت القاع، الثمن ديالو هو 250 درهم. نتمنى يعجبكم الفيديو وما تبخلوش عليا ولايك. معايا انا غنخلي انستغرام ديالي ولا باج فيسبوك في صندوق الوصف. اي استفسار ولا اللي بغى يتواصل معايا مرحبا، وما تبغوش يعني لايك طبعا اذا عجبكم الفيديو، وشكرا.